المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا نرحب بضيف العراق السيد قائد سلاح الجو والفضاء الفرنسي الجنرال ستيفان ميل. أهلا وسهلا به وشكرا جزيلا على هذه الخطوة وهذه المبادرة في المشاركة في هذا التمرين. العلاقة بين العراق وفرنسا تشهد تطور متنامي في عدة مجالات، وما هذا التمرين المشترك وهذا الحضور إلا دليل على هذه العلاقة التي نطمح بتعزيز آفاقها في كل المجالات. الأبطال من ضباط ومراتب قواتنا المسلحة بكل صنوفها، صقور الجو الميامين، حراس سماء العراق وأرضه، اليوم نقف في ظل أجنحة طيران القوة الجوية العراقية البطلة، وهي تؤدي تمرينها المشرف أبابيل واحد، الذي يترجم عمليا جهوزية الطيارين والفنيين وجميع الطواقم لحماية سماء العراق ومراقبة أرضه وحدوده. هذا الأداء العالي لطائراتنا المقاتلة والدقة والمهارة المحسوبة كلها كانت بالتأكيد نتيجة مثابرة وتدريب ومتابعة. فكل التقدير للسيد وزير الدفاع، السيد رئيس الأركان، السيد قائد القوة الجوية على هذا الجهد المميز. بالتأكيد هذا يشعرنا بالفخر والاعتزاز بما يبذله الرجال الأشاوس في كل التخصصات الفنية والعسكرية التي تكاملت لتضع بين أيدينا هذه النتيجة وهذا المستوى العالي من الجهوزية. الأداء اليوم هو خطوة وافقة نحو استكمال بناء قواتنا المسلحة وتجسيد لبرنامجنا الحكومي الذي وضع في أولوياته رفع كفاءة جيشنا البطل إلى أعلى مستويات المهنية والاحتراف. هذا التمرين لأول مرة نشهد تنفيذه في سماء العراق الجديد، الأمر الذي شجع الأصدقاء والأشقاء على إطلاق المبادرات في التدريب المشترك، وهو محل تقدير بالنسبة لنا. مشاركة الأصدقاء في القوة الجوية الفرنسية بطائرات رافال والهبوط بها هنا وهو أمر مشجع عليه ومحط احترام لعلاقتنا مع فرنسا الدولة الصديقة. بالتأكيد سوف يكون ضمن برنامج تعاون عسكري واسع يمثل رسالة اطمئنان وأمن بقدرات العراق واستقراره وتعزيز لأمن المنطقة ومواجهة أصعب التحديات فيها. اليوم التدريب ذكرنا بمحطة سبق وأن سطر فيها أبطالنا، صقورنا الأبطال، ملحمة مشرفة وهم يلقنون الإرهاب درسا سيبقى ماثلا في مخيلة كل من يتجرأ على تهديد أمن وطننا الحبيب. استعدادهم اليوم هو رسالة تأكيد أننا جاهزون لتلك الوقفة الشجاعة. فتحية إجلال وتقدير لشهدائنا الأبطال والشفاء العاجل للجرحى. تحية تقدير واحترام لكل صنوف قواتنا المسلحة بكل تشكيلاتها. التقدير موصول لكل من هيئ وشارك في هذا التمرين التعبوي المهم وكل من أسهم في نجاحه وانضباط توقيتاته. حماكم الله من كل شر وسدد خطاكم ونصركم بنصره المبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.